وجدنا الكثير من النقاشات التي ستثري إن شاء الله عالم ومجال إدارة الوثائق والأرشيف ضمن الجلسات النقاشية والمحاضرات في ضمن البرنامج العلمي الخاص بهذا المؤتمر. الجميل أن وجدنا في كل جلسة سلسلة من التوصيات، هذه التوصيات تتمحور حول الحلول التي يرتئي لها كل العاملين في هذا المجال التي ستساهم في تطوير الأعمال. على سبيل المثال، هناك كانت توصيات بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة في معالجة البيانات وتوفيرها بأسهل طريقة ممكنة للباحثين ومتخذي القرار. هناك أيضا كانت جلسات تتحدث عن أهم المعايير والمقاييس والمواصفات التي تساهم في تحليل البيانات بطريقة أيضا جميلة جدا. نحن متحمسون لهذه التوصيات ولتجربتها وتنفيذها أيضا على المستوى المحلي والعالمي.